الكرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تسديدة من ديل بييرو، يا إلهي، ضربة غير عادية من القائد، هدف يسجل الكابيتانو. أي بداية مميزة في هذا الشوط الأول، القائد يسجل، يضرب الكرة في المرمى، يذكر الجميع أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة على أرضية الملعب. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية.